معكم كازاو في الغربة، بقاو معايا خوت في فيديو جديد من وراء هاد الانترو. خوتي خواتاتي، كما وعدتكم فيديو جديد ان شاء الله. واليوم ان شاء الله غندوي لكم كيف ما سولتوني شنو نجيب معايا الحوايج اللي نجي معايا من البلاد، وشنو الحوايج اللي ما نجيبش معايا للغربه نخليهم في البلاد. ان شاء الله نبداو. من بين الحوايج ان شاء الله اللي خصك تجيب معاك خويا من البلاد هي اللغه. خويا انت جالس في البلاد كتضيع في وقت مريح في راس الدرب، اللهم تستافد اخويا وتمشي تقرا لك اللغه في شي مدرسه ولا في شي معهد ولا في يوتيوب ولا في شي كتاب. مهم طور راسك، تعرف البلاد اللي غتجي لها ان شاء الله. باغي تجي لاسبانيا تعلم اسبانيا اسبانيولا، باغي تجي لفرنسا تعلم فرونسي، اي بلاد باغي تطلع عليها الالمان تعلم المانيه. ومن احسن اللغات اللي غتفيدك في اوروبا كامله هي لونجلي. الا تعلمت شي لونجلي اخويا غتفيدك بزاف، باش فاش تجي لهاد البلاد اخويا تعرف كيفاش تسول على راسك، كيفاش تكري، كيفاش دير، كيفاش تدور، شحال من حاجه اخويا. ماشي وحل، ماشي تكون زيزون ما عرفتش كيفاش تدوي. الا كنتي ما عندكش اللغه اما غدويش اخويا، خاصك اللغه باش تقدر تواصل مع الاولاد مع ولاد هاد البلاد، وكتسهل على راسك شحال من حاجه شحال من خطوه، وربي يسهل لك. واللغه مزيان، انت مريح في راس الدرب كتضيع في الوقت وكتقول باغي نمشي للغربه، ربح خويا الوقت، دخول تعلم لك اللغه خويا. اللغه مهمه بزاف بزاف، راه الناس ضاربين مده في الغربه وما كيدوش بها وكيلقاو صعوبات وكيعانيو اخويا. تعلم لي اخويا اللغه في بلادك ساهله، دخل يوتيوب، دخل كاين دي زابليكاسيون، كاين شحال من حاجه اللي يعلموك اللغه. شوف البلاد اللي باغي تجي لها، باغي تجي لاسبانيا دخل قلب جوجل وتعلم كيف تعلم اللغه الاسبانيه من الصفر، تبدا معاك دقه دقه من الحروف وانت غادي تتعلم تقراسك تعرف تدور. باغي تجي لفرنسا كذلك تقلب الفرونسي ضبطها، ما كنتش تعرف راسك اين بلاد غادي تستقر، حسن لك لونجلي. لونجلي كاع البلدان كيدوو فيها، كاع البلدان كيدوو بها. والحاجه الثانيه اللي غتجيب معاك خويا من البلاد، انت جالس باش ما تضيعش الوقت، تجيب معاك خويا تجيب معاك حرفه خويا، حاجه مهمه الحرفه غتفيدك كيف ما دويتش في الفيديو اللي فات، دويتك على الحرافي اللي غيفيدوك في البلاد واللي غيفيدوك خويا في الغربه. جيو معاك من البلاد، ماشي تضيع وقتك انت جالس في راس الدرب دابا ولا شنو كدير، كتضيع في الوقت كتقول باغي نتغرب. كتجي للغربه ما كتلقى عندك لا لغه لا حرفه لا حتى حاجه. كنعاود ناكد الحرفه واللغه. الحاجه الثالثه اللي غتجيب معاك خويا باش ما تكرفش، غتجيب معاك خويا حوالي واحد باش تدوز واحد 3 شهور ولا 6 شهور كراك وماكلتك على ما ربي يسهل لك، وتلقى ما وتلقى شي خدمه 3 شهور 6 شهور غتجيب معاك اللي قسم الله واحد البركه اللي تكري بها وتاكل بها وتفهمش وتدور بها على خاطرك وتقلب، باش ماشي تكرفص، ماشي تجي تعس في الزنقه. وقبل ما تجي من بلاد كتخطط واش تجي عند العائله واش تجي عند صاحبك، ما كانوش هادو، كاين ابليكاسيون كتقدر تكري وانت في البلاد، تقدر تدخل بحال ميلانوسيا. ميلانوسيا تدخل تقلب تشوف الثمن ديال الكرا ديال البيوتا ديال الكامات، انت وجهدك تعرف دير واحد الدراسه، ماشي غتجي حكا حلمت نجي للغربه وغتجي للغربه، غادي تكرفص اخويا بزاف. هاد ثلاث نصائح مهمين. والحوايج اللي ما تجيبش معاك خويا من البلاد ما تجيبش معاك، وكننصحك اخويا ما تجيبهمش معاك، هما هادو. الا كانت فيك اخويا شي بليه الله يعفو عليك اخويا، البليه وكنوصي على البليه خويا. البليه هنا الناس ما كانوش مبليين وجاو الغربه وتبلاو وضاعت حياتهم. اما الاخويا كنتي مبلي في المغرب لا كارو ولا شحال من الاشراب شحال، هذه دوله اللي غادي تغرق فيها خويا.
وغيتلقى مشاكل بزاف بسبب البليه. هنا خويا كاين الشراب، هنا رخص من الماء. اذا بنادم خاصو يكون ايمانه قوي ويحيد، حاول يتغلب على البليه في البلاد. ما تخدمش عليها في بلادك، راه عمرك غتغلب عليها هنا، غادي تزيد تغرق اخويا. هنا راه البليه موجوده. وبالنسبه كاين واحد البليه اخرى عاوتاني خايبه بزاف، هي القمار. لعبه القمار هنا كاين الماكينات، شحال من واحد دمرات لي حياته، كتقاي بوريقاتو وخدام خدمه زوينه، ولكن قمار ما كيدير حتى حاجه. والله يعفو عليهم كاملين خويا، فيك شي بليه الله يعفو عليك، بركه الله يجعل البركه. حاول تغلب عليها في البلاد وان شاء الله يكون خير. فاش تجي ان شاء الله يكون خير. نعطيك مثال، واحد الدري صاحبي كنت كنعرفو في فرنسا، كان كيكمي تقريبا 8 اورو في النهار. 8 اورو في النهار كتجي تقريبا اكثر من 200 اورو. وكيكمي بليتو، هادي غير بليتو اغارو، من خليك اللي كيكمي الماريجوانا، اللي كيكمي الحشيش، اللي كيكمي هادشي، ما كندوش انا، كنتكندو على كيكمي الكارو. كيجي راه الشهر كيقى راسو ما قادش يخلص الكرا، وفاش الكرا كينعس واحد الدروج مسكين الدري كنعرفو. كنقول ليه علاش، يقول لي البليه دات ليا كاع فلوسي. تخيل معايا 200 اورو ما كنكاش بلي، غادي تلقى اخويا حتى هو كاري بيتو وكينافيك على راسو. النهار اللي كيجيبو اي حاجه كيجيبها كيخسرها في البليه. والله يعفو عليه ونصحتو، قال ليا تكون حيدت البليه في البلاد. والله يسهل اي واحد، الله يسهل على الجميع. وثاني حاجه اللي ما خصكش اخويا تجي معاك، هي ديك العقليه ديال راس الدرب، ديال المشاكل وديال نجي ندي هذا نخطف هادي نبيع هادي نرون. هذاك الشيء اخويا ما مشيش هنا في الغربه، غادي تجيبها في راسك، غضرب مده وغضرب سنين وغطول هنا في الغربه وما غتصيب لاوراقك. وفي الاخر ديفوي البلاد، هاد البلاد ما فيهاش الضحك، ما فيهاش المشاكل. هنا الناس ترونكيل، جي شي باغي تطور مستقبلك، باغي تعيش، باغي تطور الحاله الماديه ديالك، جي اخويا خدم. هاد الناس ما اديكش الا ما اديتيهمش، ما تجيش تخسر صورت وحدين اخرين اللي باغيين يخدموا ولي باغيين. جيت اخويا الغربه، جيب واحد الفكره ديال انك باغي تطور من راسك، باغي تولي واحد الانسان احسن من اللي كان في البلاد. سمعتي اخويا، انا كنصحك نصائح مهمه ونصائح من القلب خارج القلب. وكنتمنى اخويا هاد الحوايج ديروا بهم، ثلاث الحوايج اللي يجيو معاك نعاود نقولهم لكم: الحرفه، اللغه، وشويه الفلوس، واحد البركه اللي تعاون بك الشهور الاولين، 3 شهور 6 شهور. بالنسبه لهذا اللي ما عنده حتى شي واحد اللي غيوقف بينا، ما عنده لا خوتو ولا عائلته ولا صحابو، فهمتي. وحاجه اخرى اخويا، ما تجيبش معاك البليه. حاول البليه خويا في البلاد وحيدها، هادشي اللي باقي في البلاد. ملي يجي الغربه خاصك تحيد خويا البليه، كتشارك صحتك، كديك فلوسك، كديك شحال حاجه. هنا تغرق اخويا، زيد تغرق، كنتي كتكمي غتولي تكمي وتشرب، كنتي كتكمي وتشرب غتولي تكمي وتشرب وتغبر ودير وغتغرق اخويا. لا دري لا دريه، هنا بلاد خاصك تكون عارف اش كدير. الا تبعتي ديك الطريق غادي تغرق اخويا، وغتمشي في الطريق واحد الطريق اللي خايبه بزاف، وغادي تضيع وغتولي مضارب غا باش تجيب بليتك، وما غتبقاش مقطعات ناس في الزنقه، غتشرد شحال من حاجه. علاش ما غتبقاش انت حراق ما عندكش الوراق وتابعك بليه؟ بحال البليه راه بحال شي دري صغير كتربي فيه مسؤوليه تاعي. حاول تحيد صحتك، كتولي لقيت ولي زوين تبوكس، فهمتي شحال من حاجه. والمشاكل اخويا، المشاكل راه البوليس هنا ما كيرحموش، كنتي نقي وزوين راه ما كاينش اللي يدوي معاك، ما كاينش اللي اديك. ما تخاف من والو، حيت هنا كاين قوانين كيحميو المواجهين غير الشرعيين كما كنقولو حنا الحراقه. هنا كيحميوك اخويا، غير ما ديرش المشاكل، ما تشفرش، ما تضاربش، ما ديرش ديال بنادم عارفينك باغي تخدم، باغي كيشوفو تاهما. نهار كتدخل هاد البلاد كيعرفوك وكيتابعوك وكيعرفوك ويراقبوك، وانت ما حاش كيعرفوك فين كتسكن وفين كتجي، واصل كيعرفو اصلك وفصلك وكيعرفو كلشي. اذا اخويا ديك المشاكل اللي كنتي كدير في راس الدرب، هذيك القباحه، هذيك الشيء كنعرفو حنا كاملين، كاع دوزنا في البلاد، جينا هاد البلاصه تبدلنا عقليه وتنظف عقليتك، تولي عقليه زوينه وبعيد على المشاكل، ودير نقي دير زوين. والله يسهل على اي واحد كيحلم بشي حاجه يديرها. الله يسهل عليكم كاملين الخوت، وما تنساوش خويا تابونا وتبارطاجيو معايا هذا الفيديو، بارطاجيوه مع صحابكم وتساعدوني وتدعموني في هذه القناه. باقي الله بادي، واي فيديو اي سؤال سولتوني كندير عليه خويا فيديو. والله يسهل عليكم. الفيديو اللي فات قلت لكم على الحرفه الحرافي، وقلت لكم على حرفه الحلاقه، وقلتوا لي شنو الحوايج اللي نجيب معايا وشنو الحوايج اللي ما نجيبوش معنا من البلاد. وانا اخويا نصحتكم، انا اخوتي نصحتكم، هادشي اللي دير معاك، هادشي اللي تجيب معاك، وهادشي اللي ما غاديش تجيب معاك. والله يسهل عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. واللي عنده شي سؤال كومونتير راه كنجاوب على كاع لي كومونتير. والله يسهل عليكم الخوت.
subscribe the channel Kazaoui Felhorba. Thank you. Hasta luego. Hasta luego.